من مسائل الصوم ومما يتعلق برمضان أن على المسلم أن يحافظ على صيامه مما ينقصه أو مما يبطله، وذلك حتى يكون رمضان شهر حجة له لا حجة عليه. ولذلك من فرط في مثل هذا الشهر بترك الواجبات أو بفعل المحرمات من كذب وغيبة ونميمة ومن سائر المحرمات فإنه على خطر عظيم، ويستوي في ذلك حفظها بالليل وبالنهار على حد سواء، لا كما يتوهمه البعض من أن الصيام عما حرم الله سبحانه وتعالى يتوهم أنه يكون بالنهار وإذا جاء الليل أطلق لنفسه العنان فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فكيف يفيده صومه وكيف تفيده قراءته إذا كان بهذه الصورة؟ ولم يعلم هذا المسكين أن الليل هو محل المغفرة، هو محل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من النهار، هو محل العتق من النيران. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة.